التمريره. بويان بوغدانوفيتش ثلاثيه غير ناجحه، متابعه دفاعيه لمينيا بليشا. ماركوس سيمونوفيتش حول التمرير. بويان بوغدانوفيتش، بويان بوغدانوفيتش ثنائيه السيارة، متابعة هاجم المنتخب الصربي، محاولة على طول ستامتش، محاولة الاختراق، تمرير بويان بوغدانوفيتش وثلاثية ناجحة. بوغدانوفيتش يسجل ثلاثية للمنتخب الصربي. 84-83 وخمس ثواني على نهاية المباراة، وتايم اوت لمنتخب كرواتيا. Et en raison de cette prolongation, le coup d'envoi du match France-Grèce se fera à 19h10. Coup d'envoi du match France-Grèce 19h10. Ok. Pour la Croatie. Remise en jeu Croatie. انتهى الوقت المستقطع والهجمه لمنتخب كرواتيا. بويان بوغدانوفيتش يهرب بالرقابه ولا يسجل ويفوز المنتخب الصربي 84-83. اعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس، شكرا لحسن